ستيد لايف، ستيد لايف برنامج، اول برنامج ثقافي للمواهب ديال الجامعات لي زيكول، لي غراند زيكول يونيفرسيتي في المغرب. العام هذه لا دوزيام اديسيون ديالو، دوزنا لا بروميير اديسيون كانت كانوا بوستولاو 780 العام اللي فات، غزلنا منهم 26 ودرنا مراحل، دازت ثلاث المراحل في خمس شهور. لا ميم شوز هذا العام عندنا لا شونس باش خدينا 2500 كونديدا ودوزنا، ودابا عزلنا منهم 31 ودابا كيديروا لا كومبيتيسيون، غتبدا لا كومبيتيسيون من 29 يناير ان شاء الله حتى غادي توصل فيها شهر، ناخذ منهم 20 ومن بعد غنديروا اون دومي فينال سهره في الرباط ان شاء الله، وغنعزلوا منهم 14 وعاد غتكون لا فينال غتكون في 21 يونيو على لا في دو لا ميوزيك ان شاء الله، غتكون في ان شاء الله في كروند سواري مع لا في دو لا ميوزيك ديال الدار البيضاء. تم بعد غادي نهضروا عليها في التجربه الطيبه اللي قام بها صديقي العزيز الاستاذ النوري فعلا، واللي انا كنحييه على هذه المبادره واللي يحمل على عاتقه فعلا كل الضغوطات بدون سند ولا دعم، وانا كنقدم له يدي لانه اولا صديق، ثانيا لانه يعني المبادره هادفه وجميله جدا، واقدم له تجربتي في هذا الحقل، لانه احمل في طياتي يعني تجربه برنامج ستوديو دوزام على القناه الثانيه لدام مده سنوات، وغادي نحاول ان شاء الله بصحبه الاستاذ نوري اننا بدوري ان نترأس لجنه التحكيم، انه هاد البراعم نعطيو نمدوا لهم يد المساعده ونفتح لهم ابواب النجاح ونأطروهم ان شاء الله ونكملوا على الله سبحانه وتعالى. جديدي انا هو البوم موسيقى صامته تسجل معزوفات سيمفونيه مع فرقه سيمفونيه فرنسيه في مدينه تولوز، والالبوم سميتو ترانيم واللي غيصدر ان شاء الله في الشهر المقبل باذن الله. سلام، سميتي جاني كروسوسيف، عمري 22 عام، كنقرا بالجامعه الدوليه بدار البيضاء، شاركت في المسابقه ستود لايف وربحت بلو كونكور بالجائزه الاولى. كانت تجربة زوينة بزاف، تعلمت منها بزاف الحوايج، كيفاش نتعاملوا مع الناس، كيفاش نتعاملوا مع لي بروفيسيونيل ديال هذا الميدان، فوالا كنت خرجت بتجربة زوينة بزاف. ومن الأعمال فيتشر ديالي كنوجد دابا دي كوفر اللي عندي في لاباج فيسبوك ديالي، جاني خصوصي كوفرز، وكنتمنى نشارك في دو فويس، دونك اون فوا كناخذ الدبلوم ديالي إن شاء الله في الماستر، نمشي لدو فويس إن شاء الله ونجرب الحظ ديالي في هذه المسابقة. هم سيك فوالا يفوت خافاي خصهم يخدموا يخدموا صوتهم ما يتعكزوش، وفوالا جو لاغ سويت بون كوراج زعما، وما يتخلعوش ما يخافوش، هذه غير تجربه يدوف ساموزي وياخذوها كي تجربه، وكيف سي ان كونكور سي ان جو، دونك فوالا كنتمنى لهم حد سعيد.